أيها الأحبة في الله، من سحائب المغفرة التي تمطر على العبد فيغفر الله بها ذنوبه ويستر بها عيوبه، أن يكون العبد كثيرا الاستغفار، كثيرا الإنابة إلى الله الحليم الغفار. من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وقال: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. كثرة الاستغفار باب من أبواب الرحمة. استغفر الله قائما وقاعدا، استغفر الله ذاهبا وراجعا. فإن ذهبت وأنت تطلب رزقك استغفرت الله عند خروجك، لأنه ربما حرم العبد الرزق بسبب الذنب. وإن رجعت إلى بيتك وأويت إلى أهلك أكثرت من الاستغفار لربك، خشية أن تكون ظلمت أو أسأت أو أخطأت، فترجع إلى بيتك وأنت مغسول من الذنوب والخطايا. أكثر من الاستغفار لله، فإن الاستغفار سبب من أسباب الرحمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويستفتح الصلاة بالاستغفار، ويسأل ربه أن يغسله من الذنوب والخطايا بالنار والثلج والبرد. ومن علم أن الذنوب شؤمها عظيم وبلاؤها وخيم وعاقبتها سيئة، فكم من ذنب قاد إلى حرمان الرزق، وكم من ذنب أظلم به القلب، وكم من ذنب دمست به المصيرة، وكم من ذنب فسدت به العيال، وكم من ذنب ذهبت به الأموال، وكم من ذنب كان سببا في سوء الخاتمة والعياذ بالله وسوء الحال. الذنوب طريق إلى الكفر، وطريق إلى الكفر، فعلى العبد أن يفر منها إلى أرحم الراحمين وخير الغافلين، وأن يستيقن أن الله حليم رحيم. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هروا. ومن الأسباب التي تعين على مغفرة الله للعبد بره لوالديه وصلته لرحمه وحسن ظنه بالمسلمين وسلامة صدره، وما يكون منه من الإحسان كالعطف على الفقراء والضعفاء وقضاء ديون المحسنين وتفريج الكروبات عن المكروبين، فإنها سحاب رحمة من أرحم الراحمين. يقف العبد بين يدي الله يوم القيامة فتعظم عليه الذنوب وتكثر منه الخطايا والعيوب، فيقول الله عز وجل: إنه كان يتجاوز عن المحسنين ونحن أحق بالتجاوز عنه، قد غفرت لعبدي وتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس ويقرضهم، وكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم محسنا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فوقف بين يدي الله فقال الله لملائكته: نحن أحق بالعفو من عبدي، قد غفرت لعبدي، وفي رواية: قد تجاوزت عنه، فاذهبوا به إلى الجنة. فمن أسباب الرحمة رحمة العباد والإحسان إليهم وشملهم بالعفو والمغفرة، فمن عامل الناس بالصلاح عامله الله بالرحمة، والراحمون يرحمهم الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واغفر ذنبنا، اللهم اغفر ذنبنا ما تقدم وما تأخر، وما ظهر وما بطن،